كويس ما كتبدلش على شحال. ماشي لخاطرك ما عندكش، يعني خصك تبقى بلبسه ما عندكش. وصلنا لسن الرشد، تما كانت الصدمه شويه قويه. ديال الكورونا وقفوا معنا غير الناس الحمد لله، كيعطيوك ما تاكل كيعطيوك. كري ونخدم ان شاء الله ونحصل الوضعيه ديالي ونلبس انا وندوش كاي انسان على وجه الارض. السلام عليكم، سميتي الياس وتزاديت في مدينه تطوان وكبرت في خيريه ديال الايتام. وصلت سن الرشد، غادرت الخيريه. مدير الجمعيه هو اللي جابني من المستشفى في العمر ديال 4 سنوات وصافي. ودوزت المده ديالي تما كامله، قريت الحمد لله ولعبت كل شيء درتو في الصغر ديالي. وصلنا لسن الرشد، تما كانت الصدمه شويه قويه. بدات كتبان الفراغات ديال الحياه، بداو كيبانوا لك، يعني كتخرج خصك تكري تندمج مع المجتمع. 18 سنه كتسالي صافي، كتخلي بلاصه لواحد صغير عاوتاني يكبر بلاصتك. وصلت لمستوى البكالوريا وما توفقتش فيها، حيت هما اصلا عندهم قانون، يعني اللي ما نجحش في البكالوريا ما خصوش يعاود البكالوريا، يعني كتراضي كتلتحق ديري للتكوين المهني. وفعلا داكشي اللي درنا، وقرينا الفندقه وحصلنا على الدبلوم وخدمنا بزاف ديال لي سوسيتي، يعني في الدومين ديالي. يعني حتى كتلقى راسك واحد النهار لا يعني صافي، الدنيا وقفاش عليك، ما كاين والو. يعني من داك الوقت ومنين حبست الخدمه وانا في هاد الوضعيه هادي، غير الزنقه والماكله في الزنقه وكل شيء في الزنقه، ما عندناش. هاد المده سنين وانا عايش فيها، شي 3 سنين ولا 4 سنين وانا عايش. يعني الا ما كانتش هنايا غتكون في بلاصه اخرى، كنمشي ندبر في بلاصه اخرى، حيت ما عندناش الماده، ما عندناش، ما عندكش ابسط الامور باش تشري، ما كاينش. ممكن الا خدمنا كنصوروا الفلوس لك، ما خدمناش كتبقى في هاد الوضعيه هادي، حتى كيسهل الله. والحمد لله هاد المده هادي اللي دوزنا ديال الكورونا وقفوا معنا غير الناس الحمد لله، كيعطيوك ما تاكل كيعطيوك. يعني كون ما كانوش هما ما غلقوا ما ناكلوا. وكنتمنى من الله ان شاء الله تبدل هاد الوضعيه هادي. اول حاجه بعدا هو الامراض، شتى انواع الامراض دوزناهم حنايا، جميع انواع الامراض، يعني ينوض فيك امراض ديال الجلد ويعني كل شيء. وبالنسبه عاوتاني الملابس ما كتبدلش على شحال، ماشي لخاطرك ما عندكش، يعني خصك تبقى بلبسه ما عندكش. الا جاب الله راه كتبدل، ما جابش الله راه تبقى حتى يجيب الله. والحمد لله هادشي كامل والحمد لله. الشتا دوزناه هنا وكتصب الشتا الصراحه لله. دابا في الصباح الا صبات الشتا كتنوض الصباح تلقى هادشي فازك، تبدل الكارطون تحيد داك اللي فازك وتجيب شي واحد ناشف، تعاود تاثر عاوتاني وتصير الميكات، تعاود تولي تدور الميكات. لا نسيت داك الموضوع بصفه نهائيه الصراحه، يعني كنت باغي نلقاهم الام والاب ديالي والعائله كامله ديالي، ولكن وصلت لواحد المده صافي ما بقيتش، وليت باغيهم كاع، وليت كنقول هما يجيو الا بغوني هما يجيو لعند وما انا صافي يأست. قلبت ما لقيتش صافي يأست، قلت صافي نبقى بحال هكا. يعني كبر باغي نشوفهم، ماشي ما باغي، ولكن الا ما كتبش صافي ماشي مشكل. كنت كنحس دابا صافي، ولي كيجيني داك الشيء عادي جدا، يعني ما عندكش والديك عادي جدا. واصلا غتوالف مع هذا الشيء، هذا غتولف عليه بز منك، غتولف عليه غتماشى مع هذا الوضع. والحمد لله الصحه هي كل شيء. لا ما نطرماش، البليه هي اخر حاجه نديرها، واحنا مقورين عاد غتزيد البليه ما ومصاريف تيلا كتصور ما تاكل. لا ما يقيسهاش الصحه، غتمشي لك انت غير في الزنقه بلا بليه بلا والو، وانت كتشوف عاد تزيد البليه. وانا هاد الفكره ديال البليه ما دايرهاش في راسي نهائيا والحمد لله. الا ان شاء الله جات الخدمه نخدموا، علاش لا؟ حتى حنا ما كرهناش، هي اسنى من هاد الوضعيه هادي، غير الكلاس وما كاين ما يدار، حتى الخدمه شويه كتفوج على بنادم شويه. فيك بليزير نخدم نكري نتحسن.
نحسن الوضعيه ديالي. كنطلب المحسنين خصوصا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج تعاونوا معنا ويوقفوا معنا غير واحد المده اللي ما نوقفوها على رجلينا، وابخي يكون الخير ان شاء الله. كري ونخدم ان شاء الله ونحصل الوضعيه ديالي ونلبس انا وندوش كاي انسان على وجه الارض. ما كاينش، ما عندناش، ترى ما كرهتيش ولكن ما كاينش. الحمامات مسدودين وكل شيء مسدود، يعني صعيبه شويه. نتمنوا من الله يدير شي تاول ديال الخير ان شاء الله ونخرجوا من هذه الازمه هذه. كلمه اخيره، شكرا للاذاعه شوف تي في، وشكرا لجميع المحسنين اللي غيديروا يديهم معنا، ونتمنوا من الله نتجاوزوا هذه الازمه هذه ان شاء الله ونكملوا حنا داكشي بيدينا. يعني بلاد المغرب تلقايد المساعده، وديك الساعه تمشي نتا على رجلك. الحمد لله كنخدموا، يعني ماشي شي واحد اللي غيبقى غير جالس.